السلام الخوت، في هذا الفيديو غنهضروا على رابور اللي كانت البدايه تاعو عشوائيه بزاف بحال اي واحد فينا فاش كيبغي يجرب شي حاجه جديده، ولكن ملي خدم بروفيسيونيل دخل العاقه تاع بصح. والا قلت لكم شحال كيربح تاع العاقه غادي تصدموا. بقاو حتى الاخر تاع الفيديو وغتعرفوا الارباح تاعو. في الاول عاونوا واحد الشخص بزاف هو اللي ساعده في الطريق تاعو وديما كان معاه ومازال معاه، وقال عرفتوا على من كنهضر. مرحبا بكم في قصه حاري. ديت ماك الفريق خليتيني دايخ مي امور هادشي صيف بحال ماطو فيزيك بربي تاتوجب سميتي فيديك عقل فين قلتها لك اميغو مكيتسنى لا والو دي فيدك وقلبي عم الله فين بالو كتسنى ربي فرج بين الخدمة ساعة والو زمان حكار ولد الناس ديما مكوصر وسطار انا اللي ديما بلاصي بكوفر. بغيت نقول لكم باللي كل سبت غتكون حلقه على رابور. الا ماك ابوني كتشجع علينا، وشكرا لاي واحد كيدعم هذا المحتوى. وهاد لاشين بلا بكم راه ما كتسوى والو. سفيان الحار غيتزاد نهار 14 ابريل سنه 1997، وهاد الساعه اللي غيدوز هي اكفس ساعه في حياته. ارجو الله يا هاد الشباب راه غير ضحكي. سفيان غيتزاد في العاصمه الاداريه تاع المملكه الرباط. الطفوله تاعو كانت كلها لعب كره في الدرب طيح وتنوض الزناق. سفيان بحال اي دري فاش كيدير 6 سنين كيجرب با كيدخلوا اقرب مدرسه ممكنه باش يقرا ويتعلم، وفاش كيخرج من المدرسه كيقول لهم ها هو خرجتين وتقودوا بالرب. حاري كمل قرايته الابتدائيه ومن طلع للكوليج بدا الهيت تاع الراب والموسيقى كيدخل معاه في حياته. من غير الراب كان كيسمع حتى الجاز وكان كيتمزك الروك، ومن الهوايات تاعو الجيتار. باش نعيشو بيس ميلونجينا الدم بعصير الطاقة، واخا نعيا الريسبيري نفس رمات تركز اللي باقة. جار السم فريتي كان رسم نكمل طبلو كحل غير بسم كتب اللي الدنيا زوينة لصحيت غنو. إلا مشينا لبداية تاع حاري في الراب غادي نلقاو بلي سفيان بدا صغير. كانت البداية تاعو في الراب مع الجروب تشاورا جروب، كان جروب تاع مدينة الرباط، كانوا دراري مازال صغار وعندهم الجهد تاع الخدمة. ولكن حاري غيتفرق من بعد من هاد الجروب وغادي يقرر باش يخدم من راسو بحال ديك اللعبة الوجه المشروك مكيتغسلش، وهي طبق حاري. دابا حاري سنة 2012 غادي يحط أول تراك ليه في الراب اللي هو ما عندكم ما ديرو. وهاد التراك قلبت عليه مزيان في يوتيوب وما لقيتوش، وعييت من قلب وما لقيتوش. وإلا بغيتي تتأكد من هاد المعلومة وشكون اللي غادي ينفعك هو حاري نيت براسو، ها هو الانستغرام تاعو كلشي مشي يسولو. في 2014 حاري غادي يحط تراك سميتو أكان. رجع سخون دراري ما يقبلوش مني بوصلو نمحر وابا ملكون بحال عندي بشي بيطيطنو فاك كوملوط عندي ريما خويهم كاع لي فورس معني بوت في راه المرفح والمغرب مظلوم. في ديك الوقيته كلشي كان كيقول بان التراك كان كلاش ناد وطاني، والتراك كان مقص على انستي تاع اولد سكول، وكلشي كان كيقول بان التراك كان انسبيري حاري من شايفين. ولكن انا كيبان ليا حاري ستيل اخر وباينه غير من الكتابه تاعو في التراك. اول تراك تاع حاري فلاشين يوتيوب كان نهار 23 ماي سنه 2015، والتراك كان تحط اوديو فلاشين سميت التراك تبلوكا. اجي تشوفني خرج قلبي تبي الفلوكة ولا عقلي كي تتلوكة. وهاد التراك كان تقصار تاعو على ان 3 بريتم طالع، ولكن تقصار تاع حاري كان مهبط الريتم، والموضوع تاعو هو يشكل هموم تاع الشباب اللي كتعاني في هاد البلاد. وهاد التراك لحد الان دار اكثر من 300,000 مشاهده على يوتيوب. نهار 17 نوفمبر 2016 حاري غادي يحط ثاني تراك ليه في كارير تاعو بروفيسيونيل اللي هو اميغو. والفيرد ما جاش ندي زوين جاي نتيري فيهم اجديك الشواي كيديروا فيها جبتك موسيقى. وهاد التراك كان هو التراك اللي غادي يلونسي حاري في الراب المغرب، وهو كان كلاش مع 12 الماد وشايفين. وهاد الكلاش اللي كانت شهر في الراب المغربي بزاف، وكانوا تجبدوا فيه بعد التشوهات الجسمانية اللي في التراري، ودخلوا فيه حتى العيوب الشخصية بحال النوطة فاش قال حاري يبقاو شحلوا فامهم تيصابوا سنانهم. وهاديك يعني بها تخسر تاع السنان اللي عاد سمول اكس واحتمال، وراه مازال حتى اليوم كاين مخلفات تاع هاد البيف. وعمر العلاقة تحسنات بين حاري وماد وشايفين. في 2017 غتبدا العلاقة تاع حاري مع زاوا سيتي، وهي واحد الجروب معروف في الراب المغربي، والمؤسس تاعو هو حليوة، ومن بين الأعضاء ديالهم هو طوطو لانكو تريزي. وفي هاد الفترة بالضبط هي فاش غادي يحط تراك تاع لوزي يصور ليه الكليب مدينة أكادير وبالضبط في ساحة أونبير. عطات واحد إجمالية بزاف الفيديو كليب، وهاد التراك دار البوس وبزاف تاع لي فان ولاو كيعرفو حاري اللي ما كانوش كيعرفوه. صعب جنبي وانا عقلي مدوزي سوري بودا اختارت نبقى سولو.
قلبي باغي اللاقة وسط الموز. حتى من ستيل تاعو تاع التقصير على التراك بحيت حاري قصر بشكل اخر مخالف تماما للتراك تاع تشبلوك. ومن بعد من هاد التراك حاري غادي يخرج من الجروب تاع زاوا سيتي وغادي يقرر باش يدخل لابيل تاع بيربل ماني وتما غادي يتعرف على الرابور العالمي لارتيست. نهار 30 جوان 2017 غادي يحط حاري اول تراك لي مع لابيل تاع بيربل ماني اللي هو نيكست ليفل. وهاد التراك كان بنيفو واحد اخر وبين الخدمة تاع لابيل تاع بصح خصوصا من تصوير تاع الفيديو كليب. بحيت هاد التراك شهر حاري بزاف في الراب كتر من قبل ولحد الان داو كتر من 12 مليون في سوغ يوتيوب. ونهار 22 سبتمبر 2017 حاري غادي يحط تراك اوبلا. وهاد التراك كان تشجيع من بيربل ماني وكان مع شيرو ايزي نويز. وحتى ملي زفي تاع هاد البروجي راه حاري لاحظتهم نيت. ونهار 29 اكتوبر 2017 حاري غادي لونسي التراك تاع عاق مع شيرو ايزي. ما كنت عارف الحياة تجيني فاس صابي صابي طيشهم قافا. عشيرو ايزي واللي كان بدا معاه الطريق نهار الاول وبقى معاه وتاق في عشيرو. وكان ديما ايزي والمخرج تاع الكليب تاع حاري في التراك اللي دازو من قبل. وقبل ما تخلص سنه 2017 حاري غادي يحط تراك تاع عايم. السوجي تاع التراك عجبني بزاف هو كيهضر على الواقع المغربي والشباب كيفاش عايش. وهاد التراك الفيوز اللي ضرب كيستحق ضرب اكثر من 15 مليون في سوغ يوتيوب. ومن بعد حاري غادي يحط تراك تاع ميداليه اللي ضرب لحد الان 3 مليون تاع ليفي. ودابا جات نوب التراك اللي ضرب اكبر عدد تاع ليفي فلاشين تاع حاري. والتراك تسرب ليه من قبل ولكن ملي حطو من بعد فلاشين تمشى التراك مزيان والبروجي تسمع في كاع المواقع وفي كاع لي بلاتفورم وفي كاع المحلات تسمعوا لهذا البروجي تراك اللي هو البيضه مونامو. وهاد التراك الا تمزكتي ليه مره وحده الروفلان تاعو كيستقل لك فراسك بزز منك. وخا هو كان حاطك قبل منه والتراك اللي كان حاط قبل هاستا لا فيستا. وهاد التراك كان ناضي وعجبني بزاف وتمزك ليه اكثر من 100 مره. حاري بقى خدام وجات واحد الوقيته وغبر فيها لمده سنه. ومع دخول سنه 2023 حاري غادي يحط الالبوم تاعو كامل في كاع لي بلاتفورم سبوتيفاي ديزر يوتيوب انغامي. الالبوم كان بنيفو واحد اخر عجبوني فيه بعض لي تراك اللي كنت مزك ليهم ديما وديما في الكيت وفي ودنيه اللي هما كازانوفا اوفر دوز. خصوصا تراك تاع اوفر دوز عالم اخر الريتم باش مقصر حاي على زانستري ريتم اخر كيخليك تمزك ليه وانت مغمض عينيك وكتستمتع بالموسيقى. وإلى مشينا وطلينا على اهم لي فيوتشيني اللي ضارب حاري في الكارير تاعو غادي نلقاو فيت مع جوزمان. وفيت مع الارتيست في التراك تاع حراقه يمشي مقصر صغير. وفيت مع شيرو ايزي تقولي فين غدا. اما الارباح تاع حاري من هذه الخدمه اللي كيدير باينه غتكون ارباح محترمه محترمه بزاف. الا لاحظتي مزيان غادي يبان لك ان حاري خدم على راسه وضرب طريق طويله باش يوصل لهذا النيفو اللي هو عليه دابا. وحتى انت الا تقتي في راسك وخدمتي على داك الشيء اللي كتبغي غتوصل. الا ما وصلتيش هذا الشهر توصل الشهر الجاي. والا ما وصلتيش هذا العام توصل العام الجاي. دير داك الشيء اللي كتثق فيه وتثق في راسك وغتوصل. الا وصلتي حتى لهنا باين عجبك البلان ما تنساش دير معاك ابوني لاشين وقولي شي حاجه زوينه في لي كومونتير كتشجيع علينا. نتلاقاو السبت الجاي. يا ما غادي مرافق موسيقى اللي فاقة جايبة بوكو راس لا راس لا راس كل ليلة متاستك.